تلقائيه ديال شي بليسي وانت كتشوف. غادي نجاوب على الاسئله. اول متدخل هو الاخ القباح. حقيقه حنا كنزكيو التدخل ديالك لانه الحمد لله معركه مشتركه بيناتنا. حنا بدينا الفيدراليه على او خصميناها فيدراليه وطنيه، ولكن الحمد لله راه عندها دابا حاليا امتداد في عدد ديال المدن ديال المغرب. كنتمنى انها تكبر وكل واحد منا خصو يسعى الى الاتصال بعدد، لانه المشكل ديال التعاون اللي كاينه ماشي غير في الجهه ديالنا وديالكم، راه في المغرب كامل خصنا نتوحدوا كاملين. وكيف قال الاخ دريسي تخلقات رد فعل ضدنا حنا وضد الفيدراليه جمعيه دم سماوها المندوبي ديال النواب، وحنا تنعرفوا على انه الى الاشكالات الخطيره اللي وقعت في الاراضي السلاليه مردوها ومصدروها هو النواب، وهي متدخله دابا كتكتب ملايين مشات لها من جيبها وعطاوها شهاده بسميت شي واحد اخر، شكون اللي خدا هاد الفلوس؟ فتصور انك تسمع راجل شعرو بيد بحالي وتيدوي على هاد المندوبين كانهم ملائكه، وتيقول لك المستثمرين لا المغاربه ولا اللي جاو في الخارج هادو ناس مافيا وكذا، وقال لك يا ودي كان عليهم يدخلوا ويديروا الاستثمار فوق الطبله ماشي تحت الطبله، كاننا حنا دخلنا يعني المال الحرام ولا كنديروا النواخ في العمل ديالنا، ولا كلام اللي ما عنده حتى اساس وحتى منطق، وكله كتحس كانه انسان مشحون باش يوصل لواحد الكلام، والقصد هو انهم يوصلوا لنا رساله لينا، وهذا الشيء راه ما غيثنيناش على التكتب ديالنا حتى نوصلوا ان شاء الله اللي بغينا ونتصلوا عليه. جوابا على التدخل الاول الثاني ديال اللي طرح على انه عنده دعوه قضائيه ولكن ما مرفوعاش من طرف وزاره الداخليه، مرفوعه من طرف امراه سلاليه. وحقيقه هذا اشكال قانوني. علاش؟ لانه النهار فاش مجلس الوصايه وقبل صدور القانون دابا اللي خصم ان المراه السلاليه والرجل السلاوي ما عليه ينتفعان بالحق ديال على قدميه المساواه، قبل ما يصدر هذا القانون كانت هناك اعراف، والاعراف اللي كانت ما كانتش تعطي للمراه تملك، فهذوك المنتفعين الذكور باعوا وتنازلوا للغير، وملي جاء قرار مجلس الوصايا وعطاو للعيالات السلاليه الحق ناضوا تيديروا دعاوى. دابا حتى القانون هو جا عطاهم هذا الحق، تيقول لك سيدي القانون عطانا اننا بحال المراه بحال الراجل، هذا كان خصو يبيع لك غير الواجب ديالو ما يبيع لكش كل شيء وحنا كنطالبوك، في حين ان النقاش اللي خصو يكون من الناحيه القانونيه هو انه اذا كانت هذه المعامله سابقه على صدور القانون اللي كيعطي هذا الحق هذا فراه اللي عطى الله عطى، لانه القانون ما نطبقوش باثار اللي جاي. غادي نطبقوا باثار فوري معناه انه حاليا اللي غادي مستقبلا اللي غادي يشري شي حق انتفاع وان كان القانون تيعاقب عليه بصراحه راه خصو يراعي واش داك النصيب ديال البنت كاين او ما كاينش وياخذه، اما ما هو سابق فلا يمكن تطبيق القانون باثار رجعي. وتظهر لي على انه انا عندي شي جوج الحالات عندي في المكتب معروضه في هذا الاتجاه، مازال القضاء ما خرجش الكلمه ديالو، ولكن كنعتقد على انه ما غاديش يكون عندهم حق لانه جاو متاخرين. فيما يتعلق بمصير المستثمرين ديال القطب الصناعي انش، هذا اذا كان قطب صناعي اولا شكون اللي مول القطب الصناعي؟ تكون وزاره الصناعه والتجاره، يعني وزارات معنيه. هذه الوزارات في اطار انعاش اقتصاد البلاد عندها الحق باش انها تدير هاد لي زون انديستريال، عندها الحق باش انها توفر فضاءات للصناعيين فين يديروا المشاريع ديالهم، ولكن عن طريق ايش؟ عن طريق سلوك مسطرات تسمى مسطرات نزع ملكيه. ومسطرات نزع ملكيه فيها احتلال مؤقت وفيها حكم قضائي نهائي بنزع ملكيه مع اداء التعويض، بمعنى انه سيقع احصاء اذا كان هناك، لانه شنو هي نزع ملكيه؟ نزع ملكيه لمصلحه المنفعه العامه، تيقول لك على انه البلاد
الى صارت انه واحد الدوار ما فيش مدرسه وبغات دير مدرسه يمكن لها تاخذ ارض تنزع الملكيه ديالها ودير مدرسه لانه سيستفيدوا منها الجميع. فاحنا ما يمكنناش نوقفوا في وجه الدوله في اطار المشاريع اللي عندها صبغه المنفعه العامه، يمكن لها ديرهم ولكن خصها تعوض هذوك الناس اللي غتنزع منهم الملكيه ديالهم. اذا الى حين دابا راهم مازالين كيديروا الى بغيتي تقول المسح التوبوغرافي، مازال ما دخلوش في شي عمليه اللي هي عمليه نزع الملكيه. وراه كاين ماشي في هذه المنطقه، نعطيكم غير مثال اخير على ان الدوله كوتيف في 14 ولا 15 قطار يعني بواحد السرعه متناهيه دارت احتلال موقات وصار لها حكم بنزع الملكيه وتحوزت وراه غادي تدخل شي شركه مزيانه هادشي الاقتصاد ديالنا ما كاين باس، ولكن ملي كيكون نزع الملكيه كنحطوا المقابل ديالو في الصندوق باش ما كيضيع حتى واحد وكلشي كياخذ التعويضات ديالو. دونك هذا الجانب ما تخافوش منه، إلا كانت هذه المسطرة ديال القطب الصناعي معناها نزع ملكية والمقابل سيكون تعويض. فيما يتعلق ولاد الطيب السيد عنده 2000 متر وشي شوية قالوا له تسويات الوضعية وتعاوتاني، هذا السيد راج ما كانش خصك أنت تصابي تينية، مشيتي عطيتيهم الوريقات ديالك وعطيتيهم الهوية ديالك ودرتي طلب الكراء غدا او الاسبوع المقبل من بعد راه غتجيك استدعاء المحكمه تطلب منك الطرد وخصك تخوي لهم ذاك المعهد. فما كنتيش تنزل معاهم ارض سلاليه عندك حق انتفاع خليك جالس فيها لانهم يتعاملون معنا بسوء نيه. انت كتعطيهم وثائق ديالك عن حسن نيه وهما اول حاجه كيديروها كيدعيوك. علاش؟ لانه الا دعاك غير بالسماع غير شنو قال له الشيخ المقدم كيمكن له غلط في السميه. يمكن داك العقار شارينو ثلاثة وأربعة الناس هو كيدعي غير واحد، ملي كتحط الوريقات كيدعيك بتاريخ الزياد بالعنوان المفصل بكلشي، وهذا خطر. فيما يتعلق بالأخت ديال عين الشقف الشهادة الإدارية بالملايين، أنتينا كتشوف أنتينا دخلتي في هذه المغامرة، مشاو الفلوس عطاوك شهادة ما يمكن لك لا دير دعوة ولا مشيتي درتي شكاية غادي تكوني تنتينا فيها. فهذا الخليفة على الله ما عندك ما 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 دابينا حنا ناس القانون بساعدوك ولكن في هذا الوضع هذا ما كاين. هادو ديال طريق مكناس حوسبو اللي فيها كتقولوا على انه شريتو ارض سلاليه وشريتو من واحد حق الانتفاع ودابا اللي كيدعيكم اليوم كيدعيكم كتستدعيكم وكاله الحوض المائي لسبب. انا غير نقول لك لانه انا كنعرف الوضع ديال وكاله الحوض المائي لسبب وكنعرف القانون اللي كينظم اختصاص الوكاله. ما يمكن وكاله الحوض المائي دير دعوى امام القضاء الا اذا وقع اعتداء على الملك العام المائي هكا كيسميوه. علاش؟ دابا عدد ديال وسمح لي ربما هادشي ما كيعنيكمش انتوما كيعني السيد وانا كنفسر له. كيكون مجرى مائي ودابا بعامل الجفاف كتصيب 20 سنه او 30 سنه هذاك المجرى المائي ما بقاش يوصل له الماء. شي وقع الناس يعتقدوا على انه ما حد الماء ما نحابس على هذاك المنطقه كيبداو يستغلوها وبدا كيستغلها ومشى وباح الانتفاع لواحد اخر. وكاله الحوض المائي ما كدير دعوى حتى كترجع للخرائط ديالها، هي عندها خرائط والخرائط تتحدد الملك العام المائي ديال الدوله، راه مذكور بخرائط محدد. ولا مشيتي للمفاق بالنسبه للعقارات المحفظه كتصيب هذا الشيء حتى في المحافظه العقاريه مقنن. انت غادي تكون انا تيظهر لي الا ما كنتش خاطئ على انه هذاك السيد اللي باع لك ما كانش خصو يبيع لك الملك العام المائي للدوله، لانه دائما الواد واخا يبقى 40 50 عام واحد النهار الواد تيعرف المجرى ديالو تيرجع لذاك البلاصه. بحال المثال اللي وقع في منطقه تيزنيت ولا هذا، داروا ملعب كره في واحد الحفره الواد، ملي جا الواد هو جمع كل شيء ومشاو ضحايا. فهذا انا ماشي تنقول لك ما عندكش الحق، تنقول لك على انه هذا اللي تنازل تاكد واش فعلا لانه الا مشيتي لعند وكاله الحوض المائي السبو راهم يستقبلوا يشدوا الملف ويشدوك الخريطه الملك العام المائي ديالهم ديال ديك المنطقه
وتشوف واش العقار اللي بين يديك داخل عندهم ولا لا. الا كان داخل عندهم راهو غايديروا الدعوه ديالهم. ماشي ضروري تكون الدعوه كتشمل العقار كله، تيمكن كتشمل فقط جزء من ذاك العقار، ماشي كله، غير الطرف اللي هو ملك عام. تحقق معه مع الوكاله وغادي يبان لك هادشي. انا ما كنقولش على الناس، ندوي على العقار الوضع. وحوصوا مني جينا للمحكمه وطلب الخبير، قال له المحامي لا يعقد اي واحد بغى حاجه يطلب الخبير. باش تقولوا هادشي ما عندهم لا خرائط، ما عندهم حتى حاجه. ايوا طلبوا الخبير. دابا شوف، دابا الملف معروض على القضاء، الا كان ما عندهم لا خرائط لا والو، الدعوه غترفض لهم المحكمه، ترفض لهم الدعوه ديالهم. ديال البلاد رفضوا لهم، رفضوا لهم الدعوه، والسالف رفضوا لهم الدعوه. ايوا هذا مزيان صالح. بيني وبين الجرده، انا عطيتك بصفه عامه، وكاله الحوض المائي سيبو مسؤوله على الملك العام المائي ديال الدوله، وعندها خرائط ديالها، اذا كنتو دخلتوا فيها راه عندها الحق دائما، ما كنتوش هذا القضاء غادي يقول الكلمه ديالو ويسكتو. وكنتمنى نكون جاوبنا على الاسئله كلها، وشكرا الى اللقاء المقبل، وكلمه السيد الرئيس.